إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها حقيقة أقسم الله عليها بهذه الأقسام الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها هذا المقسم عليه بعد ثمانية أقسام يحلف الله تبارك وتعالى به زكاة النفس طهارتها وطيبها وهذه رسالة الإسلام غايتها زكاة النفوس هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسه هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما المؤمن طيب زكي النفس والكافر والمنافق خبيث وكل شرائع الإسلام إنما يراد بها هذا يراد بها إنشاء الإنسان الزكي الطاهر فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به زكاة للنفوس فالإيمان بالله تبارك وتعالى زكاة وتقواه سبحانه وتعالى زكاة فالتقي زكي النفس يخاف الله تبارك وتعالى وأما الكافر ففاجر يتعدى على حدود الله تبارك وتعالى ثم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون جاء الإسلام بالأمر بالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والوعد والكرم وطهارة النفس لدى الآخرين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فهذه صفات المؤمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الطيب هو الذي يقبله الله تبارك وتعالى والخبيث مردود. والملائكة عندما تستقبل أهل الإيمان لدخول الجنة يقول عليهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم كنتم طيبين كنتم طيبين. فالكذاب والغادر واللئيم والسباب الشتان كل هذا خبث كل هذا خبث. فهذه معاصي تقذر النفس وعلى ما فيها من العقوبة. يقول النبي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثم قال النبي وأن يلعن الرجل والدي. قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والدي؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. تسبب في لعن والديه بأن سب سفيها. لما تسب واحد وتعلم أنه سيرد عليك السب بعد ذلك يبقى جبت جناية على والديك. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ هذا أمر عظيم ما كانت حتى العرب تعرفه. عرب كانت تخبس الآباء. فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هذه أمور استسهل بها الناس. يرى الناس أن هذا سهل أن يسب واحد يسب أباه ثم يسب أمه. لعن المؤمن كقتله. ما تلعن مؤمن هذا في الذنب والإثم كقتله. واللعنة لا بد أن تجد مكانها. من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه. وكذلك من لعن أخاه المؤمن وليس كذلك يعود عليه اللعن. اللعن يعود عليه على الساب. النبي لما وصف المنافقين وصفهم بسوء الأخلاق قال آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. فإخلاف الوعد خيانة الأمانة والكذب والفجر في الخصومة كلها من صفات المنافقين. نفاق ظاهري ولكنه يدل على النفاق الباطن والكفر. أربع من كن فيه كان منافقا خالص.
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. يستسهل الناس بالسب الشتم خلاف وعد، ولكن هذا أمر عظيم. ومهما كان المؤمن في الإيمان، ولكنه إذا ارتكب محظور من هذه المحظورات تتلوث بشيء. أبو ذر رضي الله تعالى عنه من خير الصحابة، من خيرة الصحابة، ويقول: عيرت رجلا بأمه، قلت له: يا ابن السوداء. وهذا تعيير، وهذا كان من شأن العرب أنهم يعني قد يسب الإنسان بشيء لا دخل له فيه. فالله خلق الأسود وخلق الأبيض، فلما يعير إنسان بأنه أسود هذا خلق الله، فوقع منه هذا. فقال له النبي: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فمع إيمانه تقوى وطهارته، لكن لما وقع منه هذا بين له النبي أن هذا من أمر الجاهلية وهو معه. المؤمن يجب أن يتطهر، يعني عمل التطهير دائما من الذنوب والمعاصي، وكل مخالفة للأمر الإلهي ذنب ومعصية، وسواء كانت هذه الذنوب في حق الله أو في حق العباد وذنب. ولذلك المؤمن لا بد أن يكون في عملية تزكية دائما، يلوم نفسه إذا وقع منه شيء، يلوم نفسه: ليش وقع مني هذا؟ استغفر الله وأتوب إليه. قد أفلح من زكاها. فعملية التزكية عملية دائمة ومستمرة، وإذا أخطأ يجب أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين الرجعين إلى الله تبارك وتعالى، ويحب المتطهرين بكل أنواع الطهارة، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر نفوسنا وأن يزكيها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نقل خبر غير متأكد منه، فلان فعل كذا أو فلانة فعلت كذا، مجرد أن تنقل خبر وتقول العهد على الراوي ولست متأكد من هذا وإنما هو بالظن، يبقى أنت مشارك وخاتم الإثم. قال الله تبارك وتعالى هذا في نخلة الإفك، قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا يعني لا إثم فيه، وأنك إنما نقلت كلاما قيل. لا،
لكان كلام يقال لا يحل لك أن تنقله وأن تبثه إلا إذا كنت متأكد منه، وإلا وخاطف الإثم، وكنت مشارك، وكنت مشارك لهذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. المؤمن يجب دائما أن يكون قلبه حي وعلى حذر، تكلم هذا كلامي صح ولا خطأ؟ لا بد، هذا الذي قلته في فلان حق ولا باطل؟ لماذا نقلت هذا؟ ويلوم نفسه، يلوم نفسه عند الوقوع في شيء من هذا، ويعتذر، يعتذر ممن أساء إليه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فهذا المؤمن على الحقيقة نفسه تلومه، نفس اللوامة، اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل المخالفة. إذا خالف أمر الشرعي يقوم يلوم نفسه ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر، وإذا كان هذا من حقوق الآخرين يقوم يروح يعتذر له، يعتذر لهذا الذي وقع في حقه وتكلم عليه. فالمؤمن، وقد قال النبي لمعاذ أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله أولا حاسب على ما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.